يلا سلم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولدينا والمسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرض فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مكتوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. فقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بحروف مقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، لا يجاوزون تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن يحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الذي قرر فيه المؤلف رحمه الله الإمام ابن قدامة في هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، قرر فيه عقد أهل السنة والجماعة فيما يتصل بالقرآن الحكيم. وهذا الفصل تتمت الفصل الذي قبله فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ففي الفصل السابق قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من يشاء من خلقه، إلى آخر ما ذكر. في هذا الفصل ذكر ما يتصل بالقرآن، وهو أجل الكتب وأعظمها، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خص بها دون سائر النبيين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. الآيات يعني البراهين والمعجزات. وكان الذي أوتيته يعني أعظم ما أوتيه صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، وإلا فقد أوتي صلى الله عليه وسلم آيات بينات وبراهين معجزات، لكن أعظم ما هنالك هو هذا القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد حصل في عقد الناس في كلام الله تعالى اضطراب، وهذا الاضطراب والاختلاف ناتج عن الشبه التي شبه بها من شبه من المنحرفين عن الصراط المستقيم، صراط أهل السنة والجماعة، من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وقد جرت في مسألة الكلام فتنة كبرى في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن الجهمية تسلطوا على أهل السنة والجماعة في خلافة، في آخر خلافة المأمون في أوائل القرن الثالث الهجري فيما يتصل بالقرآن، فقالوا القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله تعالى، فهم يقولون إن القرآن كلام الله لكنهم يقولون إنه مخلوق. وقد تولى كبر هذه الفتنة جماعة من الناس، منهم ومن أبرزهم أحمد بن أبي دواد، وكان أشار على الخليفة المأمون وبعده المعتصم بأن يفتن الناس في هذا، فحصلت الفتنة التي ثبت الله تعالى فيها الإمام أحمد، فكان إمام أهل السنة والجماعة، حتى إن علي بن المديني رحمه الله قال أنقذ الله تعالى الأمة بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة، يقصد فتنة خلق القرآن. ولهذا تتابع أهل العلم رحمهم الله بعد ذلك على تقرير عقد أهل السنة والجماعة في القرآن تكذيبا للانحرافات التي جرت والأباطيل التي حدثت. يقول المؤلف رحمه الله ومن كلام الله سبحانه القرآن، أي من كلام الله الذي تقدم تقرير أنه صفة من صفاته جل وعلا، القرآن العظيم. والقرآن هو الكتاب الذي أنزله على خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه عظيم لأن الله قد وصفه بأوصاف تستوجب هذا الوصف له، فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد، والمجد إنما يكون لما وسع في صفات الكمال والبهاء والجلال، ولهذا هو مجيد وهو عظيم. فالقرآن العظيم هو كتاب الله المبين، ولذلك قال المؤلف رحمه الله وهو الكتاب المبين. ابتدأ بوصف العظمة لأنه الجامع، العظمة ما تأتي من صفة واحدة، إنما العظمة هي مجموع صفات، إذا وصف بها الشيء استحق العظمة. ولهذا بعد أن ذكر هذا الوصف إجمالا وهو العظمة، فقال القرآن العظيم، فصل الصفات التي بها كان القرآن عظيما. يقول رحمه الله وهو كتاب الله المبين، أي الذي أبان الله تعالى به الحق ودل به السبيل وهدى به العباد إلى الصراط المستقيم، فهو مبين أي موضح كاشف مبين لا لبس فيه ولا خفاء. وحبله المتين، أي الحبل الذي من استمسك به هدي. وقد قال جماعة من أهل التفسير إن قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا أي اعتصموا بالقرآن، فحبل الله هو القرآن، وسمي حبلا لأنه الواء الذي يصل به الناس إلى الله تعالى، والحبل يستمسك به ليوصل به إلى الشيء وليوثق به الشيء، والقرآن كذلك. وقد جاء وصف القرآن بأنه حبل ممدود من السماء فيما رواه أصحاب السنن من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك كتاب الله حبله الممدود من السماء، وهذا بيان لما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يصل به الإنسان إلى الهدى ويأمن به الضلال، فلذلك قال ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، لن تضلوا بعدي أبدا. حبله المتين، والمتين
المقصود به الشديد القوي الذي يحصل للإنسان به السلامة من كل ما يخشى ويخاف. ثم قال في ما ذكره من أوصاف هذا الكتاب الحكيم يقول رحمه الله: وصراطه المستقيم. صراطه أي طريقه، فالصراط هو الطريق، لكن الصراط يتميز عن سائر الطرق بأنه واسع، فهو طريق واسع يسع السائرين ويجمع السالكين ويتسع لمن رغب في سلوكه، بخلاف الطرق الضيقة التي يحرج داخلها ويضيق. وصراطه المستقيم، وقد قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وقال جماعة من أهل العلم إن الصراط المستقيم المسؤول الهداية له هو القرآن الحكيم، وقد قال الله تعالى في وصف رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: وتنزيل رب العالمين، أي نزل به، أي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم. وقد أخبر الله تعالى بتنزيل القرآن في مواضع عديدة، يقول الله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. ويقول: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقد بين الله تعالى أنه نزل بهذا القرآن جبريل، وما أشار إليه المؤلف في قوله نزل به الروح الأمين هو هذا المعنى، أي أن الذي نزل به جبريل. ووصف جبريل بأنه الروح الأمين لأنه المؤتمن على رسالات الله تعالى، فهو الناموس والملك المخصوص بكونه الواسطة بين الله تعالى ورسله، فما من رسول إلا وجاءه جبريل بالوحي من رب العالمين. يقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلب سيد يقول الله تعالى نزل به الروح الأمين، وهو الذي يقول المؤلف رحمه الله: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، وهو يشير بهذا إلى قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قول نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. قال رحمه الله: بلسان عربي مبين، أي أن هذا الكتاب جاء بلسان، أي بلغة، فاللسان يشار به إلى اللغة، بلسان عربي أي بلغة عربية. قوله مبين أي كاشف واضح بين، يفهمه كل صاحب لسان مستقيم. قال رحمه الله: منزل غير مخلوق، هذا تأكيد للتنزيل. انظر كم مرة ذكر التنزيل، ذكره 3 مرات، قال تنزيل وتنزيل رب العالمين، ثم قال نزل به الروح الأمين، ثم كرر ذلك 3 فقال منزل غير مخلوق. كل هذا تقرير للتنزيل، وقد رد بهذا على البدع المضلة التي تقول إنه غير منزل، أو أن تنزيله ليس من الله جل وعلا. كل هذا تأكيد للتنزيل الذي بينه الله جل وعلا في آيات عديدة، والله تعالى قد أخبر أنه منزل منه في مواضع عديدة من الكتاب الحكيم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل. يقول منزل غير مخلوق، أي ليس بمخلوق كسائر الخلق، بل هو صفة من صفات الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفته جل في علاه، وقوله غير مخلوق هو رد على من قال إنه منزل لكنه مخلوق، كما قالت الجهمية الذين حصل بهم الفتنة على أهل الإسلام في زمن الإمام أحمد رحمه الله. فالقرآن غير مخلوق، فلا يدخل في مخلوقات الله تعالى، لأنه صفته كعلمه ورحمته وقدرته وسمعه وبصره جل وعلا، فهو كلامه، والكلام صفة من صفاته سبحانه وبحمده. تأكيد هذا المعنى، قال منه بدأ، منه من هنا لابتداء الغاية، أي من الله جل وعلا، الضمير يعود إليه سبحانه وبحمده. منه أي من الله بدأ، ومعنى بدأ أي ابتدأ إنزاله. وقال بعض أهل العلم منه بدأ أي منه ظهر، وكلا المعنيين قال به جماعة من أهل العلم ولا تعارض بينهما،
فمنه ظهر تفسر وتبين، منه بدأ أي منه ابتدأ. وقد بين الله تعالى ذلك في آيات عديدة، من ذلك قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ويقول جل وعلا: ولكن حق القول مني. ويقول جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول سبحانه وبحمده: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كل هذه الآيات تدل على أن القرآن منزل من الله، وأنه منه بدأ كما ذكر المؤلف رحمه الله، وتواطأت على ذلك كلمات السلف. فإن جمهور السلف، بل كل من نقل عنه من السلف القول ببدء القرآن وابتدائه، يذكر هذه العبارة، وهو أنه منه بدأ أي منه ابتدأ نزوله. فمن هنا لابتداء الغاية في جميع هذه الآيات السابقة. وقد جاء ما يشهد لمعنى منه ظهر في ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، أي ما ظهر منه. وهذا لا يلزم أنه مخلوق، ولا يلزم أنه لما باينه جل وعلا ونقل عنه أنه ليس صفته، وأنه ليس صفته وليس كلامه جل وعلا، بل هو كلامه وصفته سبحانه وبحمده. وقد جاء ما يعزز هذا المعنى الذي في حديث أبي أمامة، ما ذكره جبير ابن نفير مرسلا فيما رواه أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. وهذا يؤيد رواية أبي أمامة، ورواية أبي أمامة إسنادها فيه ضعف، لكن هذا المرسل يشد ذلك ويقوي. فالكلام صفة الله تعالى، منه صدر جل وعلا ومنه بدأ، وخروجه من الله تعالى لا يلغي كونه صفة من صفاته سبحانه وبحمده. يقول بعد ذلك: وإليه يعود، أي إليه يرجع. وعود القرآن إليه دلت عليه السنة، ففي المسند وغيره من حديث عبد الله، وأيضا في الطبراني والبزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يسرى في ليلة على كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزع القرآن منكم. قالوا: كيف ينزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في كتبنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في الصدور منه شيء، ولا يبقى في الصحف منه آية، ويصبح الناس منه فقراء، أي ليس معهم منه شيء. وهذا يدل على أن القرآن يرفع، وإنما يكون هذا في آخر الزمان عندما يتعطل العمل بالقرآن. قال رحمه الله: وهو سور محكمات وآيات بينات. وهو سور محكمات، وصف السور بالإحكام والآيات بأنهن بينات. ولا شك أن القرآن محكم، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل هذه الآيات تدل على إتقانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كل هذه الآيات تثبت ما ذكر من أحكام السور. قال: وآيات بينات، أي واضحات في دلالتها، واضحات في ما تضمنته من المعاني، فلا لبس فيها ولا غموض لمن فتح الله تعالى عين بصيرته وهدى قلبه. قال: وحروف وكلمات، أي هو مكون من حروف وكلمات. وبهذا يريد يرد المؤلف رحمه الله على من ينفي أن يكون كلام الله تعالى بحروف وكلمات. فالمؤلف يقول: وحروف وكلمات، والحرف جمع، والحروف جمع حرف، والكلمات جمع كلمة.
ومراده بالحروف هنا فيما يظهر المفرد الهجائي، وأما الكلمات فهي الكلمات التي تتكون من حروف والتي تدل على معنى. فالحرف المفرد الهجائي لا معنى له، وأما الكلمة فهي ذات معنى ولو كانت من حرف واحد. يقول رحمه الله: وهو حروف وكلمة وهو حروف نعم وحروف وكلمات من قرأه فأعربه، أي أتقن قراءته وجود تلاوته. فالإعراب هنا بمعنى التجويد والترتيل والبيان للقراءة، فله بكل حرف 10 حسنات. فقوله فأعرب قراءته أي أتقنها فقرأها على الوجه الذي أنزلت، فله بكل حرف 10 حسنات.